أهلا بكم من جديد. أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل 13 جنديا يمنيا وإصابة عدد آخر في 3 انفجارات بسيارات مفخخة في منطقة خلف شرقي المكلا. واستهدفت التفجيرات معسكر البحرية ومنزل قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء فرج سالمين. وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذه التفجيرات، وقد وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى المكلا برفقة عدد من الوزراء حيث تفقد موقع الهجوم. المكلا، هنا في حضرموت تخوض القوات اليمنية وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أشرس المعارك ضد الإرهابيين. ورغم الانتصارات التي تتحقق، لا يبدو أن تطهير المنطقة من الإرهابيين ستكون مهمة سهلة. انفجارات بسيارات مفخخة هزت منطقة خلف شرقي المكلا وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني. واستهدفت التفجيرات التي تبناها تنظيم داعش معسكر البحرية ومنزل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين. وتلجأ التنظيمات الإرهابية في اليمن إلى تغيير تكتيكاتها وتنويعها لشن هجمات بشكل يومي. وقد وصل الأمر بإرهابي تنظيم القاعدة إلى التخفي بزي نسائي كامل وزينة نسائية للقيام بعملياتهم الإرهابية التي تستهدف في معظمها مدنيين أبرياء. ويقول مراقبون إن لجوء التنظيم إلى مثل هذه الممارسات دليل إضافي على ابتعاد الإرهابيين عن أي مبادئ دينية أو إنسانية وتناقض أقوالهم مع أفعالهم، كما يؤكد مجدداً أنهم أبعد ما يكونون عن خطابهم الذي يدعون فيه إلى الشجاعة. ينضم إلينا من الرياض المتحدث باسم الحكومة اليمنية سيد راجح بادي، أهلا بك لسكانيوس عربية ومساء الخير. يعني هناك من يربط سيد راجح ما يجري الآن من تهديدات أمنية وأيضا تحركات لهذه التنظيمات خاصة في المكلا بمسار المحادثات في اليمن، ربما دعم من الميليشيات لمثل هذه العمليات لتحقيق مكاسب على طاولة الحوار، كيف تنظر إلى هذا الربط؟ مساء الخير سيد الكريم، تحية لك ولمشاهدي سكاي نيوز. بالتأكيد ما يحدث في حضرموت من أعمال إرهابية الآن هي محاولة لزعزعة هذه المدينة، خاصة كما تعلم سيد الكريم أنها خضعت لسيطرة ميليشيات الحوثي، لتنظيم خضعت لسيطرة تنظيم القاعدة لمدة عام كامل، وكانت الحقيقة التي توصلنا لها والتي بإذن الله سنعلن عنها قريبا عقب تحرير مدينة المكلا بجهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد كبير من قوات التحالف وخاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أنه طيلة العام الذي سيطرت فيه القاعدة على مدينة المكلا كان هناك تنسيق واضح وعميق واستراتيجي وتعاون بين التنظيمات الإرهابية، تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي وصالح. كان هناك أولا تنسيق وترتيب وتعاون في إسقاط المدينة وتسليمها للقاعدة، وبالتالي تنسيق وترتيب في إدارة شؤون المدينة وتهريب أسلحة عبر موانئ المكلا وإيصالها وتهريبها إلى ميليشيات الحوثي وصالح في جبهات القتال المختلفة شمال وجنوب وشرق وغرب اليمن. وبالتالي فإن هذه الأعمال بالتأكيد نحن كنا متأكدين أنه هذا التحالف وهذا التنسيق بين هذه الأطراف لن سيسعى جاهدا لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المدينة. لذلك كانت زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وبمعية عدد من الوزراء اليوم إلى مدينة المكلا هي رسالة لليمنيين وللعالم أننا جادين في فرض الأمن والاستقرار كحكومة شرعية في مدينة المكلا وفي كل أنحاء. لكن سيد راجح، هذه العملية هل كانت التي تأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليمني وعدد من الوزراء المرافقين له، هل كانت تستهدف هذه القيادات اليمنية التي تزور الداخل اليمني أم ماذا؟ سيد الكريم، لا أخفيك أنه كانت هناك تحذيرات وتوجه لدولة رئيس الوزراء بتأخير الزيارة إلى بتأخير زيارته إلى مدينة المكلا، لأنه كانت المعلومات الاستخباراتية تصلنا أنه تنظيم القاعدة يسعى لشن يعني عمليات انتقامية وعمليات إرهابية
أثناء زيارة رئيس الوزراء، لكن رئيس الوزراء أصر أنه لابد من زيارة هذه المدينة وفي هذا التوقيت بالذات، والزيارة كانت مرتب لها من قبل. وهذه العملية هي رسالة أنه نحن لازلنا موجودين، لذلك هم حرصوا أن تكون هذه العملية هي اليوم أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة المكلا، رغم أنه أنت تتابع أنه منذ تحرير المدينة في الشهر الماضي ولله الحمد حتى هذه اللحظة لم تقم أي لم يتمكن التنظيم من تنفيذ أي عملية إرهابية في مدينة المكلا. هي كانت رسالة، ولذلك فجرت السيارة في معسكر في أقرب مكان استطاع الإرهابيين الوصول إليه، لكن الحمد لله الزيارة تمت بنجاح وأدت رسالتها. ونحن كما قلت السلطة جادة في تأمين واستقرار حضرموت، لأن حضرموت تعني الكثير. الحاضنة الشعبية إلى أي درجة هي مهمة للنجاح في مسألة تأمين هذه المناطق المحررة، وكيف يمكن للحكومة الاستفادة من الحديث على أن المكلة ليست حاضنة أبدا لمثل هذه التنظيمات الإرهابية؟ بالتأكيد سيد الكريم، حضرموت عامة والمكلة خاصة ليست حاضنة لأي من هذه التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المسلحة. هذه المحافظة معروف عنها وعن أهلها يعني الحرص على السلم والثقافة والمدنية العالية، وبالتالي فإن تأمين هذه المدينة، ولذلك لعلك تابعت التعاون الكبير من قبل أهالي المكلا وبقية مديريات ومدن محافظة حضرموت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع الجيش الوطني لتأمين هذه المدينة. هناك بعض الأطراف، بعض الخلايا التي لا زالت يعني مختبئة داخل المدينة، لكن يجري التعامل معها من أجل تأمين المدينة بشكل كامل. وتعلم أنه المكلا ميناء هام واستراتيجي بالنسبة لليمن، خاصة أن هناك ميناء الضبة وهو الميناء أحد الميناءين الرئيسيين في اليمن لتصدير النفط إلى جانب رأس عيسى. هناك ميناء الضبة في المكلا وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط، ونحن حريصين على تأمين المدينة لكي تعود الحياة لها. لكن بالحديث عن إعادة الحياة إلى المدينة وأيضا دعم الاستقرار في المدن، يعني عدن شهدت العديد من الخطط من قبل مدير الأمن وأيضا المحافظ، لكن واجهت هذه الخطط تحديات وتم اختراقها. ما التغيير المطلوب للنجاح في المدن المحررة إذا كانت الحاضنة تدعم مسار الاستقرار فيها ودعم الحكومة باختصار سيد راجح؟ سيد الكريم، كل الجهود الأمنية التي تبذل من أجل تأمين المناطق المحررة هي محل دعم، والسلطة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة، لا يوجد أي طرف يعني لا يسعى لإنجاح الحملات الأمنية إلا طرف متضرر من هذه الحملات. وبالتأكيد لعلك تابعت البيان الذي أصدرته اللجنة الأمنية العليا في عدن، وكان محل ترحيب من اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، وهو أكد على استمرار يعني هذه الحملات الأمنية وفقا للنظام والقوانين واللوائح النافذة بما لا يمس حقوق الإنسان، وبما تكون هناك عدالة، ونحن نمر بظروف استثنائية تستدعي تكاتف وتعاضد الجميع من أجل أن يحل الأمن والأمان. وهذه التنظيمات كما قلت لك للأسف، يعني هذه التنظيمات الإرهابية للأسف اكتشفت. لكن سيد راجح، يعني باختصار شديد وليس لدي الكثير من الوقت، لكن يعني رغم الخطة الأمنية والحديث عنها إلا أن الاستهداف يصل وأكثر من مرة إلى المحافظ ومدير الأمن، ما التغيير المطلوب باختصار شديد سيد راجح؟ لم يتبقى الكثير من الوقت. سيد الكريم، عندما نقارن الآن الوضع الأمني في عدن أو في غيرها من المحافظات المحررة، الآن الوضع يتجه نحو التحسن بشكل كبير، والجهود هذه هي محل تقدير وتثمين كل الأطراف اليمنية المعنية. عدن كانت مسرح لعمليات إرهابية، كان يتم استهداف مقر الحكومة واستهداف القصر الرئاسي بالمفخخات. الآن العمليات الإرهابية في تناقص مستمر، تثبيت الأمن يسير بخطى جيدة، هناك تعاون، هناك التفاف حول القيادة والسلطة المحلية في هذه المحافظات. وبالتأكيد أنه أنا متأكد أنه الأيام القادمة سيكون هناك تحسن أكبر، وسيكون تثبيت للأمن بشكل كامل بإذن الله في هذه المحافظات بالتعاون مع أبناء هذه المحافظات جميعا من كل الأطياف السياسية. سيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.
يمكنكم مشاهدينا متابعتنا على موقع سكاي نيوز عربية، كما يفتح لكم باب للمشاركة برأيكم حول استطاعة الرأي في مختلف قضايا الساعة. ويمكنكم أيضا زيارة موقعنا على الإنترنت أو التطبيق الخاص بسكاي نيوز عربية على الآيباد وآيفون والأندرويد والتصويت بما يعكس رأيكم. وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. لمن فاتته حوارات المساء، العودة إليها متاحة على موقعنا skynewsarabia.com ويب المساء. موعدنا يتجدد الأحد في الرابعة بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت أبوظبي. نلقاكم على خير.